السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة ضمن مادة تصميم منظومات الري والبزك، إن شاء الله هذه المحاضرة راح نحاول نحل some example أو problem application ضمن المواضيع اللي أخذناها بالمحاضرات المسبقة. Example 1: Given an irrigated land، إذا هنالك أعطي مساحة مروية. With a depth of infiltration، وإذا كان عمق الارتشاح أو المتغلغل أو عمق الماء المتغلغل بالملم as shown in gridded below. كلمة gridded below طلاب أحب أنه أنوه تنتبهون عليها، معناها مساحة المخصصة للمزروعة والمراد ريها هي شبيهة موزعة بانتظام، يعني ماكو اختلاف بتوزيع المساحات. كريدت هسه مثل ما تلاحظ وكأنه وياي المساحة وموزعة بانتظام. فلح هسه من يقول لك هاي العبارة الكريدت بلو يعني شنو معناها المساحة غير متغيرة، تمام؟ اكو مساحات متغيرة بالتوزيع، اي نعم اكو مساحات وان شاء الله راح ناخذها بأمثلة اخرى متقدمة. هسه لحد الان معناها ان المساحة غير متغيرة. كالكوليت السيو اللي هو معناها الكوفيشنت اوف يونيفورم او ديستريبيوشن يونيفورميتي اللي هو معامل انتظام التوزيع، والسيو للنصف والسيو ات 1 على 4. السيو ات 1 على 4 معناها اسوء كفاءه توزيع اللي تؤخذ بالربع من كفاءة التوزيع الكلية، والسيو نصف هي كفاءة التوزيع الجيدة اللي تأخذ آت نصف. هسه راح نجي عليهن شلون طريقة الحل. بالمناسبة عندنا تقريبا تقدر تقول بروسيجر معين. أول شيء بما أنه المساحة عندك يعني منتظم توزيعها ما عندك اختلاف بالمساحات، فأول شيء كيف إذا كانت المساحات منتظمة أجد الدي أفرج أو دي انفلتريشن أو أفرج أو يسمونه الأفرج ديب انفلتريتد، معدل عمق الماء المتغلغل أو المترشح. شلون اطلع بما أن المساحة ثابتة فشلون أجده؟ أجده مجموع لأن الارتشاحات على عددهن، مجموعها 54 زائد 44 40 59 60 49 وهكذا كلهن على مجموعهن. مجموعهن هو 16، 1 2 3 4 في 4 16. وجدت الديب اللي هو الافرج ديب انفلتريتد. انتبه وجدته بهذه الطريقه لان شنو يعدي المساحه المرويه؟ مساحه منتظمه جريدد، مثل ما الجريدد لاند اريجيشن. بعدين بعد ما وجدت هسه وجدت بالستيب 1 شنو الافرج ديب انفلتريتد، هسه بالستيب الثاني ايش اجد؟ اجد عمق الماء المتغلغل لربع لأسوأ ربع مساحه، ربع عمق الماء المتغلغل الافرج ديبث انفلتريتد لأسوأ للو أسوأ ربع مساحه. هذا يعني شنو معناها؟ اول شيء ربع مساحه، ربع هسه انا المساحه الكليه ايش قد مقسمه؟ 16 4 في 4 ربع المساحه. هذا القانون ثابت يقول ربع المساحه، ف16 على 4 يساوي لنا 4، فاخذ اقل 4 يعني ارتفاع او ماء متغلغل، يعتبر هذا اللي اسوء شيء. هسه مو 4 يا هم اقل 4 هنا، هسه الاقل 4 هو 40 44 42 40 42 44 او 46. هذا اللي اقل شيء، هاي اسوء شيء اللي هو انه الماء دخل الى عمق التربه بس مو بالمقدار الكفايه، فيعتبر هذا الافرج ديبث انفلتريتد اون لو 1 على 4 يعني أسوأ مساحة أو عمق يعني بي كفاءة توزيع distribution uniformity كفاءة توزيع يعني أسوأ كفاءة توزيع منتظم ضمن ربع المساحة، تمام؟ هي هاي تجدها. بعد ما وجدت أنت الأفرج ديبت على 4 بهذه الطريقة تروح تجد الديو مالته. الديو اللي هو أسوأ كفاءة توزيع لربع المساحة، الديو اللي هو ديستريبيوشن يونيفورميتي ات يعني ربع المساحه. شو يساوي لك الدي ات ربع المساحه؟ موجود هالقانون تناولته بالمحاضره السابقه على دي افرج. دي ات ربع المساحه 43 على دي افرج طلعناه باول خطوه اللي هو 54 في 100%. ايش قد طلعت اسوء يعني توزيع منتظم؟ هو 80%. بعد نجد التوزيع الجيد اللي هو وين؟ يعني هو ما يعتبر جيد بس افضل من الربع، فشي يسمونه الافرج ديبث انفلتريتد لأسوأ نصف مساحه، تمام؟ فبما انه النصف الثاني جيد فيعتبر افضل من الربع.
نصف المساحة، المساحة الكلية شقد هسه قلنا 16، زين 16 على 2 8، اذا اختار اسوأ 8. اسوأ 8 عندك خيارين تختارها، انت شو تقول؟ تقول بما انه انا بالربع، بالربع هذا الخيار الفوقي، انا بالربع اختاريت اسوأ 4، اقل 4، فاجب اخذهن منها 40 زائد 42 زائد 44 زائد 46، يعني ايش قد مجموعهن؟ 172، فوضع هنا 172، وبعد ايش اكمل وياها؟ لان لازم 8، لان هي 16 على 2 8، فبقت لي اخذ الاربعه البقيه اللي اسوأ من الاول، اللي هذن اختاريتن هسه انا منها، ارجع لهنا وكانه اختار اسوأ 8. 40 44 42 46، بعد شنو عندي؟ عندي مثلا ال 50، ال 54 عندي، عندي ال 55، هاي ال 54 متكرره مرتين فاختار وحده من عندهن، وعندي ال 55 وعندي العفو ال 53 وعندي ال 55، تمام؟ فهذه ضروري انه أأكد عليها بهذا المقدار. لاحظ هنا 53 زائد 54، تمام عيني؟ هاي القيم حسبتها، ايش قد ذني مجموعهن؟ هذني مجموعهن على 8، لان هو ربع نصف المساحه 16 على 2 8، فعلى 8 انا اختارت اسوأ 8 انفلتريشن ديبث وجدت القيمه. فاذا هسه بعد ما طلعت الافرج ديبث انفلتريتد اللو نصف، اطلع الديو ات نصف، شو يساوي لنا؟ الدي الافرج ديبث انفلتريتد للنصف على دي افرج، الافرج ديبث للنصف هذا وجدته هنا 47 ملم، على دي افرج هذا وجدته باول خطوه اللي هو ايش يساوي؟ مجموع الانفلتريشنات الكليه على عددها. ليش اختارت هالقانون؟ لان المساحه شبيهة، المساحه متساويه بالتوزيع. هسه وجدت الدي افرج، اجي اريد بعد من عندي السيو. السيو شنو هذا السيو؟ هذا قانون السيو اللي هو معامل الكوفيشنت اوف ديستريبيوشن يونيفورميتي. هذا شلون اجده؟ ارجع للقانون مالته المحاضره السابقه اللي تناولناه، شو يساوي لي؟ يساوي لي واحد، افتح قوس واحد ناقص خط كسر سميشن الابسوليوت شنو؟ ديفيشن، الابسوليوت ديفيشن فروم افرج انفلتريتد، يعني معناها معدل الانحرافات عن معدل الانحرافات عن فروم منين الافرج انفلتريتد، من معدل الارتشاح العمق المتغلغل العام على الديبت انفلتريتد. اسد القوس في 100%، اجي هاي شنو معناها هنا؟ سميشن الديبت انفلتريتد هذا اللي وجدناه باول خطوه بالنسبه للقانون. بالنسبه لمسالتنا الديبت انفلتريتد هذا وجدناه باول خطوه اللي هو عباره عن مجموع جميع الاعماق المتغلغله على عددهم، لكن الابسوليوت ديفيشن الانحراف المطلق عن القيمه المتوسطه، الانحراف المطلق عن القيمه المتوسطه، هذا الجدول اروح ارسمه مره ثانيه. كل قيمه بداخله، كل قيمه بداخله اطرحها من الافرج اللي وجدتها 54، ايش قد الافرجان اللي وجدته 54، ف 54 ناقص 54 ايش قد؟ 0، 44 ناقص 54 سالب 10. بس لان احنا راح ناخذ ابسوليوت، الابسوليوت يعني القيمه المطلقه الموجبه، فاي قيمه حتى لو تطلع لك سالبه اكتبها موجبه، تمام؟ يعني ماكو سالب، لان احنا ماكو انفلتريشن ناخذ اعماق متغلغله بالسالب، يعني اول يعني القيمه لازم ناخذ لها المطلق حتى تتحول للقيمه الموجبه، تمام؟ ف 40 لان ماكو شيء يمشي بالاتجاه العكسي. 40 ف 40 ناقص 54 بهذه القيمه، تمام؟ توجد لكل يعني الديفيشن الانحرافات لكل الاعماق المتغلغله مثل الجدول هذا. شوف هذا الجدول كب نفسه، مجرد كبرناه قيمه ال 54 كتبنا تحتها فتحنا قوس صفر، واكتب له صفحه حتى انه تبين لي هنا، اكتب لي 54 يساوي 54 ناقص 4، لان ليش ناقص 54؟ لان الدي افرج ايش قد؟ 54 طلعنا، وهي الديفيشن الانحرافات شلون اوجدها؟ هو حاصل القيمه المطلقه لكل قيمه بعد ما اطرحها من معدل الـ يعني المعدل المتغلغل، او الـ هو المعدل المتغلغل 54 ناقص 54، 44 ناقص 54 اعطاني 10،
54 ناقص 40 اعطاني 14، 54 ناقص 59 اعطاني 50، 54 ناقص 60، 54 ناقص 49، 54 ناقص 53، وهكذا للكل. اي واحد تطلع لك قيمته سالبه تاخذ له ابسولوت وتحوله الى موجب، ما تتعامل مع القيمه السالبه. هسه القيم الجديده اللي طلعتها بعد ما طرحتها من معدل، شو تسوي لها؟ تجمعها، 0 زائد 10 زائد 14 زائد 5 زائد 6 زائد 5 زائد 1 زائد 14، كلهن تجمعها، تمام؟ هذني بعد ما جمعتهن كلهن، شنو تسوي لهن؟ تسوي لهن على هذا القانون. هذا شو يكون القانون السي؟ وهسه نراجع، واحد ناقص افتح قوس سميشن الابسوليوت ديفيشن فروم افريج انفلتريتد، اللي هو هسه احنا وجدناه الابسوليوت مجموع عندنا يكون 0 زائد 10 زائد كذا ايش قاعد يطلع 112 على سميشن ديبت انفلتريتد اللي وجدناه باول خطوه 54 قيمته، هذا اول خطوه اللي هو هذا الافريج ديبت انفلتريتد، تمام عيني؟ يسد القوس في 100%، يسد القوس في 100% مجموع الاعماق المتغلغله. اذا طلب من عندك بالسؤال تكمله قال لك هل التوزيع منتظم لو التوزيع غير منتظم، هل التوزيع طبيعي لو غير طبيعي، قيمه السي يو اللي طلعتها تقارنها مع سي نصف، مع هاي دي للنصف، هاي قيمه السي يو تقارنها مع، اذا طلبت من عندك بالسؤال if the distribution uniformity is يعتبر natural good or no، فانت مو توجد قيمة السي يو، تروح تقارن قيمة السي يو مع هذه القيمة الدي يو للنصف. إذا قيمة السي يو طلعتها قريبة أو نفس قيمة الدي يو للنصف مو للربع للنصف، تقول إذا التوزيع المنتظم هو جيد، التوزيع المنتظم هو توزيع جيد. لكن إذا العكس القيمة السي يو أقل بكثير عن الديو، اذا يعتبر التوزيع المنتظم هو توزيع غير جيد. هاي ضروره وان ذاكرتها هاي الملاحظه هنا نهايه المحاضره اللي قبلها. اذا قلت اذا ما ينطبق السؤال هل توزيع داخل الماء داخل الحقل هو بشكل طبيعي ام لا، فنجد قيمه السيو ونقارنها مع الديو اللي هي كفاءه التوزيع للنصف، اذا كانت متساويه او متقاربه معناها يتوزع بشكل طبيعي. يعني السؤال اللي بعده، ننتقل للسؤال اللي بعده. بتلاحظون ان بدنا نشرح الاسئله بشكل تفصيلي بالضبط. هسه نجي a given an irrigated area، اعطي هنالك مساحه مزروعه with the depth of infiltration مع عمق الارتشاح بالملم اصشاون ان، انتبه للكلمه gridded below. what's mean of gridded below؟ gridded below يعني مساحه المقسمه المرويه، هذا شيء يدل يدل على انه اني اقدر انه هاي المساحه لحد الان شنو هي، عباره عن مساحه منتظمه بالتوزيع، منتظمه بالتوزيع. فهسه نكمل السؤال. depth of infiltration الارض قلنا متساويه بالتوزيع بالنسبه للري. انتبه الزياده مع السؤال. the gross depth العمق الاجمالي of application ايش قد مقداره؟ 80 ملم. and SMD تذكرون SMD معناها soil moisture deficit اللي هو نقص المحتوى الرطوبي، وانا متأكدة تناولتوه خلال مرحلة المبادئ الري والبزل. شو المعنى راح اوضح لك بتجربة او مكان معين سكتش اللي بوضح لك. لاحظ هنا هذا SMD بهذا المقدار الفولت كاباسيتي، الفولت كاباسيتي ما تعتبر على السيرفيس ووتر، لا بمسافة معينة. الفولت كاباسيتي هي أقصى حد ممكن تتشبع التربة، تتشبع التربة بالماء بحيث تقدر تمتص عن طريق الكابلري ريت، عن طريق الخاصية الشعرية. بعد الفولت كاباسيتي لا، راح ما تقدر تتحمل التربة، وبالتالي يدخل إلى أعماق التربة كديب انفلتريشن. الفرق بين احنا نسميه الاريجيتد ووتر كونتينت وبين الفولت كاباسيتي هو يسموه نقص المحتوى الرطوبي، السويل مويستشر ديفينيت. بالمناسبه اذا كان الاريجيشن هو فول اريجيشن، اذا ذكر بالسؤال ان الاريجيشن هو فول اريجيشن، فالدي ان الدينت شو يمثل لنا؟ الدينت يمثل لنا هو مقدار عمق الماء الواصل
الى الروت سيستم، الى نظام الجذر، يعني الواصل للجذر. الاس ام دي ممكن تكون تساوي اذا كان الدي فول اريجيشن، يعني الدينت هو نفسه الاس ام دي، لان اني بالفول اريجيشن وفرت ري كامل. اذا كان انكمبليت اريجيشن، اذا انا ما انطاني عباره الفول اريجيشن معناها شنو نوع الاريجيشن؟ هو انكمبليت اريجيشن. فالدي ان شنو معناها؟ ما يساوي لي السوليد مويستر ديفينيشن اللي هو نقص المحتوى الرطوبي، وانما اصغر من عنده، لازم احسبه بهذا المقدار الفولت كاباسيتي الاريجيتد ووتر كونتين، ومقدار الخزين، اكو خزين متجدد واكو خزين دائم راح يتحول الى جراوند ووتر. بعد ذلك قبل ما يوصل النبات الى نقطه احنا نسميها البيرمنت فولتنج بوينت اللي هي نقطه الذبول الدائميه، يعني موت المحاصيل. تمام، هسه نرجع الى محاضرتنا الاصليه. نقص المحتوى الرطوبي الاس ام دي شقد مقداره بفور اريجيتد، قبل الري، اكيد هو قبل الري، شقد مقداره؟ 50 ملم. ذكر لك بالسؤال انه الاريجيشن كانت عمليه الري اللي حثت هنا هي فول اريجيشن، اما ذكر خلال 24 ساعه، لا ما ذكر خلال اسبوع متكامل. اذا شنو نوع الاريجيشن؟ انكومبليت. فهل يمكن اعتبار الاس ام دي هي نفسها الدينت؟ لا، ما يمكن اعتبارها، لازم اني احسبها. سو هسه شنو المطلوب؟ كالكوليت، احسب لي التوزيع المنتظم عند الربع اللي هو اسوء توزيع منتظم، والتوزيع المنتظم يعني توزيع اعماق المياه، يقصد الديو يعني توزيع اعماق المياه، الديو للنصف، وكذلك معامل التوزيع سيو بالاضافه الى كفاءه الري الاريجيشن افشنسي. هسه نجي اول خطوه، بما انه عند التوزيع لهذا للمساحه هو منتظم متساوي جريدد، فاطلع الافرج ديبت اريجيشن بهذه الطريقه، هذا اللي مجموعهم 61 زائد 56 زائد 82 41 69 62 70 وهكذا على كل الى عددهم، عددهم هو عباره عن 2 في 8 يعني 16، وجدت شنو؟ الافرج ديب انفلتريتد. هاي الخطوه الاولى. الخطوة الثانية أطلع الأفرج ديب انفلتريتد عند شنو؟ عند الربع، لأن هو طالب عند الربع، عند الربع هسه 16 على 4 4، فناخذ أسوأ 4. وين أسوأ 4؟ أسوأ 4 يعني أقل 4، أقل كفاءة ري. نجي هنا يعني أقل عمق ري، عفوا أقل أعماق مياه متغلغلة نتيجة الري. 41 زائد 46 زائد 51 زائد 52 او 53 اقل اعماق ري. تمام عيني، هنا العفو صاير خطا، القيمه ماخوذه 52 هي 53، يعني مجرد خطا بسيط. يعني المهم تاخذ انت، المهم من هذا المغزى انه تاخذ اقل اربعه اعماق. ليش اربعه؟ مو معناها اربعه لان هنا القانون يحتوي على ربع، لا، الاربعه وجدناها نتيجه قسمه العدد الكلي على الربع، ف16 على اربعه ظهرت اربعه، علم عددهن أربعة، فطلع الأفرج ديبت انفلتريتد أون لو ربع. هسه إذا أردت أطلع الديو للربع شو يساوي لنا؟ اللي هو هذا الدي للربع على الدي أفرج، يعني الـ 47.5 على الـ 61 ملم. تمام عيني؟ هاي دي للربع على الدي أفرج في 100% 78%. هسه الدي الأفرج ديبت انفلتريتد أون لو جيت نصف، النصف يعني شنو؟ النصف انا شقد عد المجموع الكلي؟ 16، 16 على 2 يساوي 8، ممتاز. فهسا على اساس 8 راح اجد النتائج. شلون اجدها؟ احسب وياي، ناخذ معناها 8 اسوأ 8. فاما تقول انا بالخطوه اللي قبلها اصلا انا حسبت اسوأ اقل 4، لان دخلا تلقائيا شقد مجموعهن؟ 190، فتضع ال 190 هنا زائد تحسب اللي وراهن اللي ما حسبتهن اللي هو هذا اللي مثلا هذا اللي قيمهن، شقد قيمتهن؟ ال 52 ال 53 مثلا، شنو البقل؟ المهم تاخذ انت بمجموع الحالات اسوء 8، لان نطلع على سعرها 8، فاسوء 8 ارتشاحات او اعماق مياه. تمام عيني؟ وتقسمها على عدد 8، طلعت قيمه الدي افرج انفلتريتد اون لو نصف، بعدين تطلع الديو بكفاءة، يعني لا مو كفاءة، وإنما مقدار التوزيع المنتظم اللي هو الديستريبيوشن يونيفورميتي، دي نصف على دي افرج 100%. تمام، بعدين نطلع السيو، السيو شنو قانونه؟ الابسوليوت ديفيشن، الابسوليوت ديفيشن تروح للجدول هذا، تسوي جدول تحته جديد، والجدول الجديد شو تسوي؟ كل قيمة
كل قيمه من هاي القيم تطرحها من الافرج ديبت انفلتريتد. شقد الافرج ديبت انفلتريتد؟ 61. و61 ناقص 61 صفر، 61 ناقص 56، 61 ناقص 82، 61 ناقص 41، 61 ناقص 69، 61 ناقص 62، 61 ناقص 70، وهكذا للكل. تمام؟ فتطلع الديفيشن اللي هي الانحرافات عن المعدل، انحراف كل عمق مائي موجود في المنطقة عن المعدل العام. فهذه القيم ظهرت، الأول قيمة هسه صفر، فنسوي لها سميشن، صفر زائد 5 زائد 9 20 للكل، طلعت هذه القيمة. فواحد ناقص الابسوليوت على الديبث اوف انفلتريشن في 100، الابسوليوت هاي طلعناه 136، والديبث اوف سميشن، انتبه سميشن الديبث اوف انفلتريشن سميشن، يعني مو لان احنا هنا سميشن على سميشن، تمام؟ فمو تاخذ الافرج، لا سميشن الديبث انفلتريشن، هذا السميشن، انتبه هذا هو مجموع. لان بالبدايه كل ايش قد طلع مجموعين؟ 976، هو هذا الرقم اللي ثبته هنا، تمام؟ في 100% طلعت قيمة السيو. تشيك هسه قيمة السيو، ايش قد طلعت قيمة السيو؟ 86، وقارنتها مع الديو للنصف، ايش قد 86؟ بما انه متقاربة يعني الديستريبيوشن يونيفورمتي يعتبر ضمن الطبيعي، يعني الجود لو لا فيقول اتس ناتشرال يعني، تمام عيني؟ هسه هنا فهمنا. نجي يريد من عندك بعد الخطوة الأخيرة هو كفاءة الري. كفاءة الري شو تساوي لنا؟ إذا بذكر الموضوع الري اللي أخذناه بالبداية، الكفاءة هو أي شيء جروس نت على جروس، أما دي نت على دي جروس، أو كيو نت على كيو جروس، أو فوليوم نت على فوليوم جروس. نجي إحنا شو المتوفر بالسؤال؟ متوفر بالسؤال نعطيه الأبلايد، الأبلايد الجروس ديف منطنيه أو أبليكيشن. إذا دي جروس عندي، وقت شو النقصي عندي؟ الدي نت. بس أنا هنا بما أني ما ذكر لي بالسؤال أنه فول إيريجيتد، فما أقدر أعتبر قيمة السويل مويستشر ديفينيت اللي هو نقص المحتوى الرطوبي هو نفس الدي، لازم أحسبه. شلون أحسبه؟ أنا شقد عندي نقص المحتوى الرطوبي؟ 50. أضاوع للأعماق المياه المتغلغلة، أنظر لها كم وحدة أقل من 50؟ هو أقل شيء 50، وراها لازم انه اني ابدي اروي، ما انتظر يعني انطي. انا شنو الغرض من هذا الشيء؟ اعرف ايش قد احسب العمق، وهذا العمق ايش قد توصل للتربه، على اساس ان المرشات مالتي اي نوع كانت طريقه الري ميكانيكيا او الكترونيا او هيدروليكيا انطيها اعاز او يدويا انطيها اعاز انه تروي، بحيث اذا اليوم مثلا صارت عندي شده مطريه فأخر عمليات الأرواء أو أقلل عمليات الأرواء، فأني أريد أعرف إيش قد أحسب إيش قد ويتحقق هذا نقص المحتوى الرطوبي، بحيث أني أنطي إعاز لطريقة الري اللي أنا مستخدمها بري الأرض المزروعة. فش تسوي؟ تقول إنه نقص المحتوى الرطوبي مقداره 50، أقارن ذن القيم، من هي أقل من 50؟ أقل من 50 منو هي؟ اثنين عندي، 41 و46، ذني استثنيهن. البقية ايش قد اقل محتوى رطوبي؟ 50. فش تضرب الدي ان شلون توجده؟ تقول 50 في عدد البقية، البقن ايش قد؟ هو كلهم 16، راح الاثنين في 14، فتقول 50 في 14 على زائد 41 زائد 46 على مجموعهن الكلي، مجموعهن الكلي ايش قد؟ 16. هو هذا الطريقة تجد بها الدينة. احنا شو نسمي الى اسم ثاني الدينة؟ يسمونه الديستورتد ووتر، او الافرج ديبث، معدل العمق الستورد، معدل عمق الخزين. شلون تجد؟ قلنا اقل قيمة السويل مويستر ديفينيشن قيمتها في، هي تعتبر اقل قيمة بالنسبة للبقية الموجودة، فهي 14 المتغلغل، هاي المخزون يعتبر ايش قد المخزون، تمام؟ زائد ذني أقل من القيمة المخزونة فينحسبه، زائد 41 زائد 46 على 16، هاي القيمة هي مثل لك الدينت الفعلي، الدينت الصافي. هسه الإيريجيشن إفشنسي شو يسوي؟ يساوي دينت على ديجروس. دينت ايش قد قيمته؟ 49.2 ملم على الديجروس، أصلا هو مطيب السؤال قيمته 80 ملم، هاي
ضربة في 100%، إذا طلعت كفاءة الري 61.5%. لو طالبة من عندك بعد بالسؤال، أنا هنا بدون ما طالبة حاسبتها، بس لو طالبة من عندك بالسؤال الأوفرال إفشنسي، يعني الكفاءة الإجمالية، مو كفاءة الري، كفاءة الري إريجيشن إفشنسي. لو طالبة من عندك الكفاءة الإجمالية اللي هي الأوفرال إفشنسي، اختصارها أو إي معناها أوفرال إفشنسي، هاي شو تسوي لك؟ تساوي لك كفاءة الري قانونها أصلاً، كفاءة الري في أسوأ كفاءة توزيع منتظم، أسوأ كفاءة. اللي هي هي أسوأ كفاءة توزيع منتظم الدي يو للربع، هاي هذا شو اعتبر صنفناه الدي يو آت 4، القيمة اللي تطلع من عندها كبيرسن. أسوأ كفاءة توزيع منتظم الدي يو للربع هو أسوأ كفاءة توزيع منتظم، تمام؟ فهسنا شو تسوي؟ تقول الأوفرال إفشنسي هي الكفاءة العادية اللي كفاءة الري اللي هي الإريجيشن إفشنسي في أسوأ كفاءة توزيع منتظم ظهرت بهذه القيمة، تمام؟ هذا ضروري تعرفها. نجي إذا طلبت من عندك بالسؤال، طلبت من عندك بالسؤال مو الديفيشن الانحرافات التلقائية، الديفيشن تعرف شلون تطلعها للسيو، قلنا تروح للجدول الرئيسي جدول مالتك تطرح كل قيمة من الـ average depth infiltration. لكن إذا طلبت من عندك deep percolation، deep percolation شلون تجد هال deep percolation؟ أرجع لهذا المخطط، هاي هنا أنا شنو عندي القيمة الـ SMD عندي هنا هو هذا يعتبر ضمن الـ deep percolation، فشلون أنا أجد أقول العمق الكلي اللي نزل ناقص هذا متبقي هنا شو يعتبر اللي نزل؟ أساني عندك الـ SMD من فوق وعندك الارتشاح المناطقي أنا هنا هذا الواحد وستين كذا هذا الكلي، فش تسوي؟ تطرح هذا الكلي من الخمسين وقلي تحت الـ SMD النقص المحتوى الرطوبة يعتبر deep percolation، تمام؟ فتجي هنا تقول 61 ناقص 50 56 ناقص 50 اللي هو الـ SMD الـ soil moisture definition اللي هو نقص المحتوى الرطوبي، 82 ناقص 50 لكل وحدة ناقص 50 لكل وحدة ناقص 50، تمام عيني؟ توجد هاي القيم، لاحظ هذا deep percolation، هذا deep percolation average deep percolation. نجي طيب دكتورة احنا عندنا بعض الانفلتريشنات، عندنا بعض الانفلتريشنات هاي عندنا بعض الانفلتريشنات اقل من قيمة deep percolation، تاخذها زيرو، تأخذ صفر، لان هو اصلا ما وصل الماء، ما وصل للاعماق القويه حتى يصير بي دي بيركوليشن، هو اصلا صار عنده نقص ضمن يعني الماء اللي هو الاس ام دي الكريتيريا مالته تقول لي هنا انا عندي بعض الاعماق دخلت بس اصلا ما وصلت لهنا، يجوز سحتها ويا الجذر وتوقفت او اصلا ما تغطى الجذر كله، فايش قد تاخذ قيمتها؟ تاخذ قيمتها زيرو اللي هي 41 و46، ليش اقل من 50؟ تمام يعني ما تحسب لها، ما تقول 50 ناقص 46 تاخذ لها ابسوليوت، لا الديب بيركوليشن ما بي ابسوليوت، بس قيمه السيو بي ابسوليوت، لذلك شوف ايش قد ما اخذ القيمه هنا ايش قد مثبتينها زيرو بزيرو، هاي الزيرو الاولى مال 41 وهاي الزيرو الثانيه ايش قد مال 46، شو معناها؟ لان هن اصلا هو شو معناها الديب بيركوليشن سميشن الديب بيركوليشن يعني ضائعات التغلغل، يعني ايش قد ضاع بهاي المنطقه، انت عندك عمقين اصلا ما طلع من هاي المنطقه لان قيمتهم اقل من الاس ام دي، فاذا ايش قد ضاعات التغلغل مالتهم؟ زيرو صفر اللي هي ال 41 و46 لان اقل من ال 50، بينما دكتوره لو منطيني ضاع الديب الاس ام دي قيمته 40 ذني يدخلن؟ اي نعم يدخلن، ليش يدخلن؟ لان اصلا قيمهم اعلى من قيمه الاس ام دي اللي هي 40 فيدخلن، بينما اذا قيم من اصغر من اس ام دي فياخذن صفر لان ما بهم ضائعات تغلغل، هن اصلا ضمن المنطقه الاولى وانتهى دورهم خلاص، تمام؟ فوجدت الديب بيركوليشن وجدته، فالافرج زين، الافرج ديب بيركوليشن هو السميشن للديب بيركوليشن على عدد 16 وجدته، تمام عيني؟ طيب دكتوره احنا اكو اثنين لغيناها اي حتى لو صفر قيمه صفر تتقسم على العدد الكلي على 16، فهذا هو قيمة الديب بيركوليشن. الديب بيركوليشن ده ايش راح يساوي لنا؟ يساوي لنا الديب بيركوليشن، تمام؟ ايش يساوي لنا هسه؟ يساوي لنا هو عبارة عن الافرج ديب بيركوليشن على الديب الجروس ديبث، على الجروس ديبث، تمام عيني؟ في 100% هاي حسبته. نجي الرن اوف لوسز، ايش يساوي لنا الرن اوف لوسز؟ يساوي لنا
الأجروز ديبث ناقص الأفرج ديبث على الأجروز ديبث في 100%. هاي القوانين تحفظهن. الديب بيركوليشن شو يساوي لك؟ الأفرج ديب بيركوليتد على الديب أو الجروز ديبث، والرن أوف لوسز هو هذا. هذا من الاثنينات اللي شو صنفن ضمن يا لوسز، ضمن اللوسز اللي احنا نسميه فورم لوسز، اللي هو الخسائر اللي تصير بسبب الري او ري المراويز او اي كانت، هاي يسمونها ضمن الفور لوسز. تمام عيني؟ هاي الرن اوف لوسز بهذا القانون تنحسب. يمتى تحسبهن الي تلقائيا؟ من انطيك الدي جروس اصلا، يعني يكون هنا ضمن معطيات السؤال احسب لي كذا كذا كذا، فهذه امور لازم تنتبه لها. ان شاء الله بالسؤال واضح بكل تفاصيله. نجي على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اقرا. Water distribution، ماء متوزع from irrigated system من نظام ري is as follow. هذا هو الافرج depth infiltrated، العمق الماء المترشح on the area بالملم، والarea receiving this depth، والمساحه المستلمه لهذا العمق. المساحه المستلمه لهذا العمق شو تسوي؟ تجي على هنا. هنا انتبه، اصلا اكو اختلاف بالاريا، ما قال لك جريد انه المساحه موزعه او شبكيه، لا انطاك قيمتها انه شبيها انه دا تكون مختلفه. والدليل اذا قال لك لما تكون نسبه الانفلتريتد هنا 80 20% من المساحه المستلمه، وكانت 70 40% من المساحه المستلمه. طيب دكتوره انا هنا اذا حسبت، وكمل السؤال، اف ذا ريكوايرد نت ديبث، هنا مطي الدي ان مباشره، ايش قد مقداره؟ 62 ملم. تمام عيني؟ اند التايم اوف ابليكيشن ايش قد مقداره؟ 12. وايش قد مقدار التطبيق مالته؟ يساوي لنا 12 اور. والاريا ايش قد مقدارها؟ الكليه 216 متر تربيع. كالكوليت الاريجيشن افشنسي، تمام؟ والديستريبيوتد يونيفورميتي اوف لو اكوتر، اكوتر يعني ات واحد على اربعه، والديو للمسافه. نجي اول شيء بدي اطلع دي افرج، هنا دي افرج بما ان المساحات مختلفه، فايش راح تقول لي؟ تقول لي 80 في 0.2 لان هاي بيرسنت، زائد 70 في 0.4، زائد 60 في 0.25، زائد 30 في 0.15 لان هاي بيرسنت نسبه مئويه على المجموع الكلي، على هاي النسبة الكلية إلها. مش قد النسبة الكلية إلها على مجموع الأريا الكلية؟ هاي عندك من معطيات السؤال، الأريا الكلية مش قد قيمتها؟ 216. تمام؟ 216 من الأريا. فإذا شو تسوي أنت؟ يعتبر هذا شنو هسته وجرد النت فوليوم، وجرد قيمة النت فوليوم، لأن أنت راح تضرب أريا في شنو؟ في ديبث. فهذا النت فوليوم، النت فوليوم هذا للقيمه ككل، كل ما في قيمته وجدت النت فوليوم. اذا النت ديبث شو تسوي؟ النت فوليوم على الاريا. اذا طلع هنا اول شيء النت الفوليوم اللي هو حاصل ضرب قيمه الـ احنا نسميه الوقت، العفو الديبث في المساحه المرويه من عنده، 62 في 0.2، 62 في 0.4، 60 في 0.2، زائد 30 في 0.15. هذا يسمونه نت فوليوم لان مساحته صارت مكعبه. ليش؟ لان ديبث عمق ملم في الريسيفنج اريا كانت وحداتها. نجي النت ديبث ايش اسوي؟ اقسم النت فوليوم على المساحه الكليه. المساحه الكليه معطاه بالسؤال، فتقسم هذا الرقم على المساحه الكليه المعطاه بالسؤال. تمام عيني؟ تظهر لك قيمه النت ديبث. زين النت ديبث عندي، الجروس ديبث منين اجيبه؟ بالسؤال انا اصلا ناطيتك التصريف، قايلت لك واحد، انا ما كاتب تجوز، قايلت لك قيمته 1.8 متر مكعب بالاور. زين انا التصريف كقيمه الكيو شو يساوي لنا؟ الكيو بصوره عامه شو يساوي لنا؟ يساوي لنا التايم تصريف يعني كقيمه، يساوي كقيمه يساوي لي التايم، يعني هو الكيو في التي كقيمه. الكيو في التي شنو يعطيني؟ يعطيني مقدار احنا الديبث في التي مالته. فانا ايش اسوي هسه بصوره عامه؟ بما انه منطيني هو اصلا قيمه الكيو، الكيو في التي منطيني اياها كمتر تكعيب على الاور كتصريف، انا ايش اريد؟ اريد التصريف احوله الى حجم حتى اقسم الحجم على المساحه واطلع الجروس ديبث. اوكي التصريف ايش قد منطنيا؟ 1.8. شنو وحداته؟ متر تكعيب على الاور. زين انا منطيتك بالسؤال كم ساعه الري؟ 12 ساعه.
فتضرب الواحد بوينت ثمانية متر تقعيب على الأول في 12 ساعة طلعت لك شقايب 21.6 متر مكعب. الجروس ديب تساوي لك الجروس فوليوم على الأريا وجدت هذا تمام عيني طلعت لك بهذه القيمة. تقسم الجروس فوليوم اللي هو 21.6 على الأريا اللي أصلا فوق هي قيمتها طلع لك شقايب أول 1 متر. فإذا الإريجيشن إفشنسي يساوي لك ديلت اللي معطى بالسؤال على دي جروس في 100% 57 على 100 ملم. لازم تجانس الوحدات تتأكد طبقت ملم على ملم متر على متر في 100% ظهرت الإريجيشن إفشنسي. بعدين شو المطلوب من عندك؟ الدي أفرج إنفلتريتد أنت تعرف قيمتها شلون وجدناها بنفس المقدار اللي هو الإنفلتريتد تجد قيمتها لكل وحدة كذا كذا 70 زائد 50 زائد 30 بهذا المقدار. الدي أفرج للربع هذا الدي أفرج الكلي تمام. الدي أفرج للربع شقد قيمته الدي أفرج للربع بهذا القيمة هو تاخذ أنت أسوأ أسوأ احنا نسميه أربع يعني أسوأ الربع اللي هي الكلية شقد كبيرسنت كلي نجي ككلي شقد البيرسنت مالته 100% فمية بالمية على أربعة يعني 25% فتأخذ نسبة 25% من عتهن تمام. فهن إني أقل أربعة يعتبر يعني أقل الربع مالتهن تمام. يا هن يعني لاحظ هنا هاي هي قيمتهن 20 40 25 15 هاي الريسيفنج أري وكأن المساحة الكلية راح تصير 100% فمية بالمية على أربعة جقت 25 فتأخذ من يعني الربع يعني الربع يعني جقت يعني قيمتين أقل قيمتين تمام عيني. فهي هاي قيمتها فجقت قيمتها هسه هنا لاحظ جقت قيمتها الدي أفرج 30 في أوبول 1.5 زائد 60 تمام عيني حتى صارت لك وكأن المساحة الكلية من 25% على قيمتها كنصف أوبول 2.5 وجدت الدي أفرج. بعدين طلعت الديو للأفرج افتر ذات المساحه هاي كاتبت لك اياها انا المساحه كلها 100 مقسمها على 4 جيت داخل 25 بما انه كله بدنا نتعامل بيرسنت ويتحول الى نسبه مئويه تمام عيني. الديو الاربعة تمام. فهسه نجي الديو طالبه من عندك انا الاوفر اول افشنسي يقول الديو للربع في الاريجيشن افشنسي بهذه القيمه تمام. اتوقع السؤال واضح لكن تنتبه لهذا السؤال يختلف عن بقيه الاسئله انه شنو بي المساحه تكون متغيره المساحه اللي خاصه بي تكون متغيره. بقيه الاسئله راح نشرحها ان شاء الله ب يعني فيديو منفصل. لحد الان اذا عندكم سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه ان شاء الله ونجاوبكم. نلتقي بكم ان شاء الله بالمحاضرات القادمه. دمتم